الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حمدا لك يا رب على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت علينا أفضل كتبك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا وقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير الذي أنار الدنيا ببعثته، صلى الله وسلم عليك وبارك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي اليوم معكم عن ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، بعثة النبي رحمة، بعثة النبي نور، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هداية، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اتصال الأرض بالسماء. جاء النبي وقد كانت الأرض رفعت رايات الظلم ورايات البغاء ورايات الضلال ورايات القتل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يرحم هذه الأمة، فأرسل إليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثة النبي امتنان من الله
وبعثة النبي رحمة من الله، فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ووصف حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرحمة هي خلق من أخلاق الله تبارك وتعالى، وهي خلق من أخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا الحبيب محمد أن نتصف بهذا الخلق، وهو موضوعنا اليوم، خلق من أخلاق رسول الله في ذكرى ميلاده، فأوصى أمته فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الإخوة الأكارم، نأخذ تعدد رحمات النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الرحمات هي رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، عندما قرأ قول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: يا رب أمتي أمتي أمتي. فنادى الله على جبريل وقال: يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله والله وربك أعلم ما الذي يبكيك. فذهب جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد ما يبكيك؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم. ثم صعد جبريل إلى رب العزة وهو العالم بخفايا الصدور فأخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوفه على أمته، فقال له: يا جبريل قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هذه منا وعطية من الله تبارك وتعالى لأمته من أجل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي من رحمته لا يقول: فاطمة ابنتي، ولا عائشة زوجتي، ولا العباس عمي، ولكن يقول: أمتي أمتي. يقول: إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعضهم البعض، ماج الناس يتحركون ويتداخلون في بعضهم البعض، يموجون لا يعرفون لأي جهة يتوجهون ولا أي أحد يكلمون، ولكنهم وجدوا أباهم آدم فيذهبون إليه: يا آدم اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى موسى فإنه كريم الله. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي: فيأتوني فأقول: أنا لها أنا لها أنا لها. تخيل هذا الموقف، عندما أنت تقع في أمر، تذهب لفلان يرفع يده، فلان يرفع يده، فلان يرفع يده، لا يستطيع، ويأتي في آخر المطاف
رجل يقول اترك علي هذا الأمر، أنا لهذا الأمر. ذلكم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، أنا لها. ثم يقول فأستأذن ربي فيؤذن لي أن يدخل على الله تبارك وتعالى في الحضرة القدسية، فأحمده بمحامد يلهمني إياها فلا تحضرني الآن، ثم أخر ساجد لرب العالمين، فيقول الله يا محمد أرفع رأسك، سنتعط، اشفع، تشفع. هذه هي منزلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رب أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأفعل. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأفعل. ثم أحمده بهذه المحامد، ثم أخر ساجدا لربي، فيقول يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع، تشفع. فأقول يا رب أمتي، فأقول يا رب أمتي، فيقول انطلق، يعني انطلق إلى النار فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قل فأفعل، ثم أرجع فأحمده بهذه، فأحمده بهذه المحامد، بهذه المحامد. ثم أخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع، تشفع، قل يسمع لك. فأقول يا رب أمتي، انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هكذا أيها الإخوة الأحباب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة فدع بها، أما أنا فادخرت دعوتي لأمتي. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. ولذلك يعلمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها. رجل أشعل نار، الفراش تتهافت على النار، يدفع هذه الفراشة ويدفع هذه الجنادب ويدفع هذه الحشرات حتى لا تقع في النار. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولكنكم تتفلتون مني، تتفلتون من بين يدي. كل من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يتفلت بين يديه يوم القيامة. اعلموا ذلك جيدا، كل من يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيتفلت. ولذلك يقول النبي كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي الله لا يريد أن يدخل الجنة. من رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالعصاة، وهذا أمر مهم جدا في حياتنا. كلنا يضع ميكروسكوب على كل شخص، فلان فعل، فلان كذا، فلان، ويجي عندما يجد فرصة يشهر به فلا يتوانى ولا يتأخر، سرعان ما يشهر به. ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف كان رحيم حتى بالعصاة. هذه تربية، أسلوب تربية يعلمنا إياها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قصة ماعز، وهي قصة صحيحة، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طهرني. قال ويحك يا رجل، ارجع تب إلى الله واستغفر إليه. رجع الرجل بعد أيام وقال يا رسول الله طهرني، وتكرر هذا الأمر 4 مرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر لأصحابه
أبيه جنون؟ الرجل ده مجنون؟ قالوا لا يا رسول الله هو مش مجنون. قال أشرب خمر؟ فقام رجل فاستنهكه أي فاشتمه فلم يجد ريحة الخمر. قال لا يا رسول الله. انظر رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. رجل ارتكب حد الزنا ويرده النبي، لأن ديننا دين الستر، ديننا دين الستر، يستر على الناس، لا تفضح، لا تتكلم في أعراض الناس، لا تلوم ولا تغتاب، فلان فعل اتركه وشأنه والله حسيبه. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يرده 4 مرات. وفي المرة الخامسة يقول أنت مجنون ولا عاقل؟ هو في واحد بيجود بنفسه بمثل هذا؟ يعني يرجع أمامك باب التوبة مفتوح، ثم يقول أشرب خمر، قد يكون هذا نتيجة شرب الخمر، لا لن يشرب الخمر. انظر خلاص الحد وليس غير الحد. قال أنت زنيت؟ أنت تقرير. قال نعم يا رسول الله. قال أذن أقيم عليه الحد. رجم الرجل فمات. اختلف الصحابة بينه، يعني هذا فعل فحلة شنيعة، والآخر يقول، الفريق الآخر يقول أنه ارتكب ذنب جاد بنفسه واعترف، وهذه يعني توبة صادقة. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. رجل صادق، من رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بمخالفي، الرحمة بالمخالف، ده المخالف في الدين والمخالف في الرحم وكل هذا، هو رحيم. يا أخي نحن فيه من أصحاب ملة واحدة، نعبد ربا واحد، نتبع رسولا واحد، قبلتنا واحدة، وقد يختلف نختلف مع بعضنا في بعض في رأي، ويناصب بعضنا بعضا أعداء. انظر تعالى إلى الحبيب محمد، وانظر قصة عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المنافق رأس النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، خاض في عرضها، تكلم في عرضها، اتهمها بالزنا والعياذ بالله. ومع ذلك عندما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر واجبا وأمامه، كيف يا رسول الله؟ أتصلي عليه؟ أتصلي عليه يا رسول الله كيف؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أمرت أن أستغفر له، لأن الله قال استغفر لهم أو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي أستغفر أكثر من 70 مرة. وبعد أن صلى عليه نزل قول الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انظر إلى الرحمة التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخالفنا الرأي، ومع الأعداء الذين يتهموننا في أعراضنا. هذه رحمة، لو كانت هذه الرحمة بين الأمة والله ما قتلنا، لو كانت هذه الرحمة بين الأمة والله ما تفرقنا، لا رحم الكبير الصغير، ولا عطف الصغير، ولا رحمة، ولا أتأدب الصغير مع الكبير، ولا أعطى لكل ذي حق حقا بهذه الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى هي جزء من 99 جزء يتراحم بها الخلائق في الأرض. فكيف بيوم القيامة؟ رحمته صلى الله عليه وسلم بالنبات، قد يقطع الإنسان شجر ولا يبالي، قد يقطع زرع ولا يبالي، وهذا الشجر وهذا الزرع يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. امرأة كان عندها غلام نجار، قالت يا رسول الله أصنع لك منبرا، قال النبي افعل. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان قبل ذلك يخطب على جذع نخلة أو جذع شجرة، فما أن صعد النبي على المنبر صاح الجذع وكبت بكاء سمعه كل الحاضرون، فنزل النبي على منبره واحتضن الجذع،
وجعل يهدهده كما تهدهد الابن صبيها حتى يسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكى لما كان يسمع من الذكر. هذا الجزر كان يسمع رسول الله يذكره عليه وهو يبكي لفراق هذا الذكر. هذا إحساس، إحساس. إذا النبات لا شعر، الزرع لا شعر، فيعلمنا النبي أن نكون رحماء حتى مع النبات، حتى مع النبات، حتى مع الأشجار، حتى مع الأشجار. فيعلمنا أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم الرحمة بالضعفاء وكبار السن. فقال: من أما الناس فليخفف، فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالكفار أيضا، الكفار الذين يخالفون عقيدتنا بالمرة. فيوم الطائف عندما رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأدم قدميه وهو أكرم خلق الله على الله يمشي على الأرض يحدث معه هكذا، فانتفض الكون، فتقول الجبال: يا رسول الله دعني أطبق على أدم آدم، دعني أطبق عليهم الأخشبين. وجبريل يقول: أهلكها، والله تبارك وتعالى يرسل هذه الملائكة كلها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم مع الكفار، نعم نعم، لأن ديننا دين الأخلاق، ديننا دين الرحمة، نسود به بهذه الرحمة في الأرض. فيقول: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. لعل واحد يخرج من نسله يقول لا إله إلا الله، لعل الله يخرج من نسله من يعبد الله. إذن الرحمة هي أهم شيء، رحمة الأب لزوجته وأولاده، ورحمة الزوجة لزوجها. لا تستغل قانونا فتنكد عليه عيشته، ولا يستغل الأب الابن قانونا فينقص على أهله معيشتهم. إنها الرحمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في بيته، حتى في بيته. كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يقوم بيته ويحلب شاته ويخصف نعله، المشاركة في البيت. إذا يا أحباب، بخلق الرحمة تكون هناك في ود وتحاب وتآف في الأسرة الواحدة، في المجتمع الواحد. وهكذا سادت الدنيا بهذا، وأنقذ الله تبارك وتعالى الدنيا بهذه الرحمة، بأن بعث لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.